خبرونا لأي درجة بتحموا علاقتكم من الحسد، لأن دايما حضرتكم كابل معروف ودايما بينحكى عن قصة حبكم بالوسط الفني. أنا يعني أشوف الناس كلها فيها الخير والبركة، ولا أؤمن إنه في ناس ممكن تناظر هذه النظرة إلا يعني اللي في قلبه مرض مثل ما يقولوا، لكن لا، احنا الحمد لله نقرأ أذكارنا، احنا متفاهمين على الفكرة، احنا أنا وخالد أصدقاء قبل حتى المشاعر والحب، أكيد لا زال الحب وإن شاء الله للأبد هذا الحب، لكن في الأول والأخير دائما التفاهم والانسجام موجود، فلا ما رح نخاف من أي شيء. خالد، شو رأيك بالأشخاص يلي بيقولوا إنه الرجل يلي كتير بيعبر عن حبه أو بيهتم بزوجته قدام العالم بيكون عم بيخونها؟ اليوم شو بتقولن لهود الأشخاص؟ شو المصايب الليله جاي نفرح يا جماعه، الرجال اللي ورا بالله وقفوا معنا يا جماعه، يعني مو معقول. لا انا راح افضح بشيء، راح افضح بشيء. خالد انسان عاطفي مع الهام في داخل بيته اكثر من خارج البيت. لا لا، بس انا يعني بالنسبه لي اي قاعده كيف، واللي ينظر هذا يعني يتحمل تنظيره لنفسه، يعني كل شخص له سبيله له طريقته في التعبير في العيشه، في فما نحكم على اي احد علشان قواعد كذا، او في احد مثلا يعني والله سوالف كثيره وبرد بصراحه، فبعدين اكمل لكم السالفه. زوجتك مره حلوه، قد ايه بتغار عليها؟ طبعا اكيد بغار عليها، غار عليها دائما وابدا. غاروا عليها من ابيها وامها، يعني عمي بعدين يزعل مني، بعدين عمي ترى الموضوع يعني ودي. شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا.